أقدم لك ياب المضغوطين. ما ادري ضمني واحد. لا ما تسوي تكتب. لا ما اسوي هيك على طول الكاميرا على الشارع على الشارع. هناك انا اقول لا 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 وين؟ هو صار حضر ابراهيم. لا هي غلط. ساعة ب 11 هسه و 45 دقيقة بعد وقت. اي بعد 5 دقائق زين على الحظ. اي يعني بعد عندنا بعد وقت شباب. مو هسه نرجع للبيت. عند الصحبة بستافية تجيها. شغلهم اغنية شغلهم اغنية جزارية. يلا ابراهيم خوي ابراهيم اليوم سلمي ديجا شباب. سعودية على راسي يا قلبي. ابراهيم دي شغلنا غانا فطونا لبي. يلا ابراهيم شنو؟ شنو ابراهيم؟ جيت من بعيد. وانا قد زارع ابو زراعة. انا سعد ام الجزار. هذا هي بعدك اللي اعطيني سجاير وما عندي سجاير. مو مو كلك شيء قل لي يا زي الباقي. اوكي فين جداحه زين لو سجاير ما عندك لو جداحه ما عندك مشكله. لا لا بس شباب لاحظت شيء هسه حضرت جول مو بعد شويه شارع فرق فرق علاوي والله شارع فرق فرق علاوي فرق علاوي ابو فاش والدنيا مهجومه هجم والله فرق مو هسه فارضين غرامات رومان اللي دق عليه اللي طالع بالحضر غرموه والله توقفوا قصاص ساعتين على تكنج كل عند نص الشعب شبابنا يلا المضغوطين حبايبي راح اروح اني وابغضكم ان شاء الله بغير بيت زين عمري ان شاء الله ابغضكم بغير بيت واضغطكم اكثر واكثر مستقبلا باذن الله عن قريب اما بالنسبه للعالم اللي تحبني وتحترمني راح اقدم لكم كل الحب والاحترام وراح نكمل احنا ونستنا طبعا ويا الشباب العياله
طبعا. وبالنسبه للمضغوطين وي 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 مصطفى حجي يسوي يلا في مولا عمري والان مع المفاجاه الكبرى ما حد مهتم لكم يلا باي باي.